أزمة الدولار هو اختلقها. أقول لي شلون؟ ها؟ تقول لي شلون؟ أول ما صار رئيس وزراء تذكر جنابك على أساس يضيعها راح للسعودية حضر هذا المؤتمر، وبعدين وراها رجع راح لإيران. بإيران صار الحكي بالشكل الآتي، أنه إحنا يا رئيس الحكومة اللي إحنا دعمناك وخليناك تصير رئيس وزراء، أكو ترى فلوس عندكم على اعتبار مال بيع الغاز الإيراني للعراق، قد 4 مليار دينار، تعرف كيف؟ نعم. فهاي الأمريكان ما يخلوكم تدزوها بالدولار، لازم تدزوها بالدينار، وإحنا ما نحتاج الدينار، إحنا نحتاج الدولار. فعد ما رجع إذا تذكر جنابك التقى بمحافظ البنك المركزي اللي أقاله، نعم، وصار توجيه للتي بي آي، أنه الأموال هاي مال إيران موجودة بالتي بي آي بالمصرف التجاري العراقي، أنه يتم تحويلها عن طريق السوق المحلية بالدولار وتطلع كاش الإيران. ترى هاي الحقيقة بدت منا، منا بدت. الفيدرالي الأمريكي منذ عامين كان منطي توجيهات ما تعرف بالكومبلاينس سيستم اللي هو الامتثال المصرفي، أي مصرف بالعالم مو شرط إلا بنك مركزي أكو أسس الامتثال، منها وأهمها هي الحوالات البنكية. يعني أنت من تحول أستاذ نجم هسه اليوم أنت من طالع لك حوالة بمئة دولار غير تعرف المن رايحة؟ لابد. ماكو شيء بس بالعراق تطلع الفلوس تروح دبي تتوزع على 10 أصحاب شركات مالية ما تعرف وين يودوها. أجوا الأمريكان حطوا طبعا الإمارات قبل العراق بالمناسبة، ترى الإمارات الآن تحت الرقابة، حطوا الإمارات تحت الرقابة، الإماراتيين وقفوا لأن خافوا يعرفون الأمريكان يعني يدوهم بهذا الجانب، رجعوا على العراق. العراق السوى مو كان ما يعالج مسألة الحوالات وتكون أصولية ويكون الاعتماد يعني من يفتح الاعتماد وبيل سويفت يكون واضح، إيش قام يسوي؟ قام يسوي كاش ويهرب بالكاش. فإذا الأزمة اختلقتها الحكومة، وانا اتحدى اي اقتصادي بجانب بس هنا استاذ احمد هنا سؤال، خليني امثل دور الاخر. هذا الذي تتحدث عنه لم يصنع في زمن السوداني، هذا من ايام 2015 حتى هذه اللحظه العله قائمه وتراكمت واستفحلت بشكل خطير. تعتقد 100 يوم قادر على حل حلت هذه المافيات والكارتلات المالية؟ سؤال شرعي وطبيعي. لا مو من 2015، منذ عام 2005 تمام لو لا تهريب مال عملة عفية. إيه لكن السؤال أكو بشقين، الأول ليش أمريكا هسه تحركت، وهذا السؤال يمكن جنابك وكل المتابعين ديثيره ليش هسه وساكتة شارف مو صحيح؟ هو أنا أريد أتسلسل منه. والثاني هل تستطيع حكومة بعمر 101 عمر السبحة تقدر تعالج هيك مشكلة يعني أي. تاريخية؟ نعم نعم. خلي جوابك على الشق الأول. أي الشق الأول، الأمريكان ليش تحركوا في هذا التوقيت؟ وتتذكر جنابك احنا تحدثنا منذ سنوات عن الصراع مع روسيا، وأنه دول مثل الخليج مثل السعودية راح تروح في حضن روسيا، تتذكر جنابك، وهذه سابقة أنا وأنت تحدثنا بها. نعم. الأمريكان عندما هاي الإدارة ظلت تتخبط في البداية في التعاطي، إدارة بايدن بالتعاطي مع ملف الشرق الأوسط، لما وصلت المسألة للمصلحة الأمريكية وكسر العظام انتبهوا. شنو اللي نبههم أستاذ نجم؟ نبههم الطائرات المسيرة اللي إيران تنطيها إلى من؟ تنطيها إلى روسيا واستخدمها ضد الأوكرانيين. ووصلت الأمر إلى أنه الاتحاد الأوروبي وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب. هذه الطائرات من تجي أستاذ نجم؟ هاي إلك وروح تحقق. البارتس مالتها الأجزاء تجي من إسرائيل ومن أمريكا وتتجمع بإيران. من يغطي أموالها؟ شافوا اللي يغطون أموالها العراق عن طريق الحوالات اللي قلت لك بيها، تعرف كيف؟ اللي تروح دبي وتتوزع على 10، هذول العشرة كل من يدفعها باتجاه هاي الفلوس، معظم هاي الفلوس تغطي احتياجات إيران. هسه مو البعض عبال احنا نقول إيران هاي واقع عزيزي، إيران مهيمنة على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالعراق، ولذلك الأمريكان شافوا هنا العراق أصبح هو الداعم الأساسي للحرب ولروسيا مو إيران. إيران تمديدها بجيب العراق وتأخذ تطي الحسن نصر الله وتطي لأبو سوريا وتطي لآل بوتين. فتحركت مو الخزانة، تحركت الإدارة الأمريكية ونبهت الخزانة الأمريكية حتى الناس تعرف، يطلعون اقتصاديين ما يميز بين الخزانة وما بين البنك الفيدرالي مثل ذاك مثل تعرفه أنت زين. هاي قصة خزانة وديش قصة عادية. فجت
الفيدرالي باعتبار فلوس حسابنا الخاص اللي توضع فيه عائدات النفط وين؟ في الفيدرال الامريكي، اوكي؟ قالوا لهم عمي اكو شيء اسمه امتثال بنكي، امتثال بنكي، الحواله من تطلع من الى هذا داسها وهذا مستلمها، مو صحيح؟ هاي ببساطه حتى الناس تعرف. اي امتثلوا لهذا الامر. زين؟ ما تمتثلون مو راح مثل ما يصورون ذولا والميليشيات والمطبلين امريكا راح تمنع الدولار، لا ابدا لم تمنع امريكا الدولار عن العراق، صار مو دافع عن امريكا، بدليل العراق كان يبيع 300 مليون دولار باعتراف رئيس الوزراء يوميا من البنك المركزي، صارت هسه 20 مليون، ليش؟ تعرف ليش؟ لانه التجار واهل الصيرفات الشركات قام ما يروحون يتقدمون، لان اكو منصه تريد وثائق عزيزي. اذن السبب هو يتعلق بالمصلحة الأمريكية الأساسية.